طبعا لا يخفى على الجميع أن محافظة المثنى هي أقل محافظة العراق من ناحية الدخل الاقتصادي، وهذا يعود لسبب تلكؤ المشاريع اللي موجودة. فلنتمنى من حكومة بغداد على أنه تنجز المشاريع اللي موجودة في محافظة المثنى. كذلك أكو عدة فرص من خلال المساحة اللي موجودة في محافظة المثنى والأرض وطبيعة الأرض اللي موجودة، ممكن أن تكون مشاريع اقتصادية يستفاد من عدها المواطن اللي في محافظة المثنى. عدم دعم القطاع الخاص لأن أكو فرص عمل ما موجودة نهائيا، وأكو بطالة موجودة كلش هواية بدون تخطيط بدون فكر بدون هذا، تستنزف الأموال مالت الدولة ومشاريع وهمية مثل أرصفة مثل هذا، وعندنا كوادر من الطاقة من الشباب ظالة كلها قاعدة بطالة بأدب. لذلك لازم أكو تخطيط وبناء وخط بياني، كل واحد إذا عنده عمل لازم يسوي له خط بياني يشتغل عليه. المشاريع الدولة كلها موقفتها مثل البناء، المشاريع مال الأسواق، مشاريع مثل السلف الصغيرة السلف الكبيرة الرواتب كلها تتوقف. إذا توقفت الدولة وتوقفت المشاريع مثل مشروع مدرسة تجي عمال تشتغل بيه، تجي المقاول يشتغل، يجي المقاول للسوق يسوق من السوق ياخذ غراض من السوق تبدي حركة. ماكو لين بطالة موجودة، شركات ماكو، مشاريع عمل ماكو، متوقفة من وين شلون يشتغل السوق؟ احنا نشتغل على الكاسب، الموظف راتبه اخر الشهر يستلمه منتهي مخلص، لا ابو الخضره لا ابو اللحم لا ابو الدجاج لا ابو السمك، يعني اخر الشهر ماكو شيء. احنا نشتغل على الكاسب، الكاسب يشتغل احنا نشتغل، الكاسب اليوم قاعد المشاريع متوقفه، شركات ماكو، عمل ماكو، شلون يشتغل؟ فهاي